متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح جميل إن شاء الله. اليوم إن شاء الله حديثنا عن أكلة شعبية عراقية وهي الخماعة. إحنا بالعراق نسميها الخماعة. بعد أن نشرح طريقة عمل الخماعة، نطلب من متابعينا في الدول العربية، المغرب العربي، شمال أفريقيا، بلاد الشام، السعودية، الخليج العربي، نطلب من عندهم شي يسمونها هاي الأكلة بعد أن يتعرفون على مكوناتها. هذه الأكلة من الأكلات الشعبية اللي تؤكل بالصباح. إن شاء الله راح نعرض مكوناتها مكون مكون، وهي طريقة بسيطة، ونتمنى لكم صحة وعافية. متابعينا، مكونات الخماعة، المكون الأول هو الحليب، والحليب اللي أفضله هو جميع أنواع الحليب ممكن أن تصير يعني لهذه الأكلة. أنا أفضل الحليب، حليب الماعز، لميزاته الصحية للإنسان، وخصوصا للأطفال وكبار السن وحتى الشباب. الحليب، حليب الماعز، يعني مميزاته كبيرة، فهذا الحليب. ويفضل بالحليب بسترته، وهو أن يترك على نار هادئة لفترة طويلة. كذلك من مكونات هذه الأكلة الخماعة الخبز، هذا خبز أهلنا، خبز اللي أفضل أنا أفضل خبز التنور. خبز التنور، مو تنور الستيل، تنور الغاز، لا، تنور النار. وإحنا بقرية، وهذا أفضل الخبز، الخبز الأسمر، خبز التنور. كذلك من المكونات الدهن الحر، قليل من الدهن الحر، تأخذ قليل من الدهن الحر، بعدين إحنا راح نشوفكم شلون طريقة عمله. وهذا المكون الآخر السكر، السكر قليل من السكر، وأنا شخصيا ما أستخدم السكر، لأنه يعد السكر واحد من السموم الثلاثة، السموم البيضاء الثلاثة، اللي هي السكر والملح والطحين الأبيض. هذن يعدونهن خبراء التغذية السموم الثلاثة. هسه راح نبلش بعملية إعداد الخماعة. متابعينا الكرام، هسه احنا قرصة الخبز قطعناها ووضعناها في هذا الإناء، راح نصب بعد الحليب. هذا شربنا الكمية اللي تكفيك أو تكفي العائلة. وضعنا الحليب على الخبز، هسه نجيب الدهن الحر. هسه خلينا عليه الدهن، الدهن الحر حسب الرغبة. قلنا تريد تخلي شكر، هاي كمية الشكر اللي تخليها. أنا بالنسبة لي ما أحبذ الشكر، فراح أوخره، ما أخلي شكر. وصحة وعافية، هذه يا متابعينا الكرام في الدول العربية جميعا نسميها الخماعة، أكلة شعبية عراقية. وصحة وعافية لكم متابعينا الكرام في كل مكان.